تتمتع منطقة صلالة بالطبيعة الخلابة والأجواء الخريفية المتميزة، حتى إن البعض شبهها بأوروبا الخليج لما تتميز به مساحات خضراء واسعة وطقس بارد نسبيا. هذه المدينة التي تقع في محافظة ظفار بسلطنة عمان تحتوي على عدة مرافق سياحية تجذب مرتاديها بروعتها وجمالها. التقرير التالي مع زميلة خولة الجرانيس والتفاصيل. بين زرقة السماء وخضرة الأرض ترتاح النفس ويرتخي العقل تاركا وراءه متاعب الحياة اليومية، متأملا في إبداع الله عز وجل فيما يراه من طبيعة في منطقة صلالة التي تتمتع بمرافق سياحية متميزة لم تمسها أيد بشرية. فالمياه العذبة والشلالات الرائعة التي تمتاز بها محافظة ظفار جعلتها وجهة سياحية محلية وخليجية بامتياز. عوامل الطبيعة الهادئة أفرزت عددا من الأماكن الرائعة من بينها وادي درباط وعين حمران اللذان يعدان من المرافق السياحية المبهرة التي يتوافد عليها السياح من كل حدب وصوب. فعين حمران تتمتع بحرارة منخفضة وتلال على شكل هضاب يمضي زوارها أوقات ممتعة في موسم الخريف، فهي بحق متنفس طبيعي وفسيح، خصوصا وأنها تعتبر من أجمل العيون في صلالة لأنها تتميز بأشجارها العالية المختلفة المثمرة مثل أشجار الدوم وجوز الهند والتين. أما وادي درباط فهو آية من الجمال الطبيعي التي وهبها الله لهذه المنطقة، حيث يشتهر بالشلالات الخلابة التي يمكن مشاهدتها أثناء عبورك طريق طاقة مرباط في حال تساقط الأمطار والأودية المبثقة من بطون الجبال المحادية، ويغطي كامل أرض الوادي بساط أخضر يتلامس مع جريان المياه العذبة ما يدخل البهجة في النفوس، إضافة إلى وجود العديد من الطيور المهاجرة التي تسترعي انتباه هواة مراقبة الطبيعة. الأجواء الخريفية التي تتمتع بها صلالة جعلتها في هذه الفترة من السنة الوجهة السياحية المفضلة لمحبي الاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الخلابة ليعيشوا لحظات مريحة ممزوجة بالرفاهية والسعادة. نسيم البحر يلتقي بنسيم الجبل في وادي درباط يجمع مختلف معالم الطبيعة بجمالها الأخاض وألوانها الخضراء تعلوها الغيوم التي تعانق أشعة الشمس في خريف صلالة. من صلالة الجمال، خولة الجرانيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.